أن الأجر عظيم والكلفة يسيرة والحياة قصيرة، فعلى المسلم أن يبادر وأن يخلص النية لله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. فالمسلم يحرص على تقديم العمل الصالح من حج وغيره ما دام على قيد الحياة وهو متمكن من فعل العبادات، والحياة لا يطمع فيها وطول العمر لا يطمع فيها إلا لأجل العمل الصالح لمن وفقه الله سبحانه وتعالى. الحج والعمرة الآن قد تيسرتا لكل مسلم من قريب ومن بعيد، فالفرصة سانحة والوقت مناسب والحمد لله، فلا يحرم المسلم نفسه من هذا الثواب العظيم وهذه الفرصة العظيمة التي هيأها الله له. فإن الأجر عظيم والكلفة يسيرة والحياة قصيرة، فعلى المسلم أن يبادر وأن يخلص النية لله عز وجل، وأن يكون زاده من الحلال الطيب، تزودوا فإن خير الزاد التقوى.